أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من برنامجكم باب الرجاء. يسرني أن أخصص حلقة اليوم لنتكلم عن موضوع حساس ومهم للغاية. هل المسيح هو الله؟ هل يسوع الذي عرفناه في الجسد هو الله الظاهر في الجسد؟ هذا الموضوع سنتكلم به بحوار شيق مع الأخ جعفر الذي هو ضيفنا اليوم باستوديو. أهلا وسهلا أخ جعفر. الرب بقى قسيس يحضيك نعمة. أنا بشكر الرب على وجودنا مع بعض حتى نتكلم عن أعظم ما في الوجود، شخص ربنا يسوع. أمين أمين. ما في أطيب منه. أبسولوتلي، هذا 100% صح. ولا في أجمل منه. ذكر اسمه بيفتح النفس. هللويا. أمين أمين. خير الحبيب، ذكرت أنه عايزين نتأكد من هوية ربنا يسوع المسيح. نعم. هل هو فعلا الله الظاهر بالجسد؟ نعم. عندك مراجع تساعدنا من كلمة الله على هذا الحق المبارك؟ أشكرك قسيس على السؤال، وهذا السؤال مهم جدا، بيسألوه كثير من المسلمين وأنا كنت واحد منهم. في مراجع سواء في الإنجيل والقرآن تثبت أن المسيح هو الله، الله الظاهر في الجسد. أيوة. الله بطبيعته وجواره. أيوة. الآية الموجودة في القرآن واللي يعني يستخدمها بعض المسلمين أو كثير من المسلمين طبعا دون معرفة يستخدموها لرفض لاهوت المسيح، ألوهية المسيح. بيستعملوها بطريقة سلبية. سلبية، بيستخدموها لنفي ورفض ألوهية المسيح. أوكي. أو الطبيعة الإلهية للمسيح. هذا موجود في سورة المائدة والعدد 17. بقول إيش؟ لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم. وبعدين بكمل قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح إلى آخره ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هنا بقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. طبعا كشخص كنت مسلم وكثير من المسلمين بيعتقدوا أنه هذا ينفي، هذه الآية تنفي ألوهية المسيح. لكن هو شو بيقول؟ قد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح. نحن كمسيحيين لا نقول أن الله هو المسيح، نقول أن المسيح هو الله بطبيعته وجوهره. شو الفرق؟ هو يرد على أشخاص يقولوا أن الله هو المسيح فقط، فهنا يحدد هوية الله في شخص المسيح فقط، يعني Jesus only. هذا ليس الإيمان المسيحي. يقول وينعتهم أنه اللي بيقول أن الله هو المسيح هذا يعتبر كافر. هذا ليس الإيمان المسيحي، لأنه إلهنا هو إله جامع، الله الكلمة، الإبن، المسيح، الله الآب، الله الروح القدس. فهنا لا نحدد هوية الله في شخص المسيح فقط، لكن الله في المسيح الإبن الكلمة، في الروح القدس في الآب. فهو لا يتكلم عن الإيمان المسيحي، وهو يرد على أشخاص وينعتهم أنه أنتم الذين تقولوا أن الله هو المسيح بين قوسين فقط تعتبروا كفار. إيش يعني؟ لأنه الله ليس المسيح فقط، هو إله جامع. مزبوط. الله في الآب، في الإبن، في الروح، في الروح القدس. صح. إذن هنا هذه الآية كويسة أنه كمسلمين نعرفها، أنه لا يتكلم عن الإيمان المسيحي، لأنه نؤمن أن الله المسيح هو الله الكلمة بطبيعته وجواره، وليس أن الله فقط بالمسيح وهنا يصبح الله مفرد، لكن إلهنا جامع، الله الآب والابن والروح القدس. الآب الوجود، الابن هو عقل الله الناطق، نطق الله العاقل، حكمة الله اللامحدودة، وأيضا الروح القدس وروح الله. إذن لكن خلينا نيجي ونشوف هل يوجد في الإنجيل وفي القرآن أن المسيح هو الله؟ وهذا السؤال قسيس بيسألوه كثيرين من المسلمين، بقول لك أين قال المسيح في إنجيلكم أني أنا الله اعبدوني؟ بيسألوا هذا السؤال.
أول شيء حاب أقول لحبيب المسلمين أن المسيح لم يأتي ليستعبد الناس، المسيح أتى لكي يحرر الناس. أيوة. الذين هم عبيد للخطية. فهون السؤال بحد ذاته محتاج توضيح، أنه المسيح لم يأتي ليستعبدك. ما بي بالكتاب المقدس إياك نعبد وإياك نستعين. الكتاب المقدس المسيح قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. إذن هنا أول نقطة أن المسيح لم يأتي ليستعبد، لكن وين موجود في القرآن في الإنجيل والقرآن بأن المسيح هو الله؟ أول شيء المسيح هو رب العالمين، الديان العالمي. وطبعا نعرف أنه حسب الإسلام أنه الديان العالمين هو الله، هو الديان، ومن أسماء الله الحسنى أن الله هو الديان. طيب الآن المسيح ماذا يقول في إنجيل متى 7 والعدد 21-22؟ يقول كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، يوم الدينونة، يا رب يا رب يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا وكذا إلى آخره. ما قال لهم مش أنه أنا بنتهركم لا تقولوا لي يا رب يا رب، لأنه قال كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب، وبعدين ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. إذا المسيح يعلن أنه هو الرب الإله الديان للعالمين يوم الحساب. هذا الأمر أيضا موجود في القرآن في سورة القلم والعدد 42 الآية 42 أنه بيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنه بيقول أنه يوم القيامة الله يكون أمام البشرية، مليارات من البشر. في الحديث يقول إيه أو تفسير الآية هاي أنه ملاك ينادي ويقول هل تعرفون ربكم؟ راح يرد عليه الناس نعرفه عندما يكشف عن ساقه. لأنه بدنا نسأل شو أسباب نزول هذه الآية. أيوة. سورة القلم 42 يوم يكشف عن ساق. أيوة. ويدعون إلى السجود، يعني راح يطلب منهم يسجدوا مش راح يقدروا لأنه راح يظلوا مقفين كنوع من العذاب. طيب الآن كيف الناس تعرف الله الديان العالمين عندما يكشف عن ساقه؟ طيب لماذا الله يريد أن يكشف عن ساقه حتى الناس يعرفوه؟ هل عشان يشوفوا قطعة لحم غير مؤاخذة؟ أم في شيء مكتوب على ساقه؟ هذا هو حسب الإنجيل سفر الرؤيا، أنه يكشف عن ساقه لأنه يقول وله ويدعى اسمه كلمة الله اللي هو المسيح. وفي القرآن المسيح كلمة الله ألقاها إلى مريم كلمة. نعم سلمى، كأنك عم تفتح لي موضوع هون. يا الله. نعم. بنسبة الإسلام. نعم. روح. نعم. طب كيف صار عنده ساق؟ أنت جبت المطلوب. كيف صار عنده ساق؟ معناه تجسد. تجسد يعني الله سيظهر، مش رح تكون ساق لحالها. الله سيظهر أمام البشرية متجسدا، حتى نقول حتى على الفكر الإسلامي أنه يعني كشخص في الجسد. yeah. أوكي. ويحاكم الناس. لكن حتى يعرفوا أنه هذا هو الديان العالمين لازم يكشف عن ساقه. أوكي. لأنه هو اسمه كلمة الله، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. أمين أمين. إذن هذا الديان العالمين هو المسيح. أمين. ملك الملوك ورب الأرباب. وهنا بنشوف إمكانية التجسد، أن الله حل في الجسد، حل بالمسيح. الإنجيل يقول الذي سر بأن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أمين. إذن يوم القيامة الله سيظهر في الجسد أمام العالم، اللاهوت زي ما تفضلت روح، اللاهوت يظهر في الناسوت لكي يحاكم البشر ويعرفوه من خلال المكتوب اسمه ملك الملوك ورب الأرباب. هذا هو الرب يسوع المسيح الذي قال كثيرون سيقولوا لي يا رب يا رب. إذن هنا بنشوف هذا الديان مش مجرد بشر، بل هو الديان، هو الله الظاهر في الجسد. شغلة ثانية، قالوا أن
أعطي هذا المسيح والديان العالمين. والحديث بيقول لن تقوم الساعة إلا أن يأتي المسيح عليكم حكما مقسطا في صحيح مسلم وبخاري. وأيضا يقول أنه سيأتي المسيح في آخر الزمان ديانا للعالمين. طيب أول نقطة بنشوف أنه كون الديان قالوا أنه المسيح الديان العالمين أنه هذه كرامات أعطيت للمسيح لأنه من أولياء العزم من الأنبياء يعني يعتبر في الصدارة يعني. طيب إذا هذه كرامات أعطيت للمسيح هذا الكلام يثبت أن المسيح هو الله. كيف؟ أنه هذا الديان العالمين لا يستطيع أن يعرف ملف تفاصيل كل واحد في البشرية مليارات من البشر على مدى التاريخ، لازم يعرف تفاصيل حياتهم وظروفهم كل دقيقة كل ساعة كل يوم كل أسبوع كل شهر كل سنة. ممكن يعيشوا 100 و200 زي ما كانوا يعيشوا زمان، يعيشوا 500 600 700 900 سنة. إذن هذا الديان العالمين ينبغي أن يعرف تفاصيل ملف كل واحد من البشرية. لا يستطيع بشر أن يعرف إلا إذا كان هذا القاضي هذا الديان عالما بكل شيء. حتى يكون عالما بكل شيء لازم يكون حيا في كل حين، شايف وسامع وعارف، وأيضا فاحص النيات، لأن القرآن الإسلام بيقول لك والقرآن بيقول لك إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إذا ينبغي إنه هذا القاضي يعرف خبايا القلوب والأحاسيس، وحيا في كل حين سامع وشايب وحاسس وعارف خبايا قلب كل إنسان. لا يستطيع بشر أن يعرف إن لم يكن حيا في كل حين. طبعا طبعا. الشيء الثالث، لا يستطيع أن يكون عالما بكل شيء وحيا في كل حين عارف حتى خبايا القلوب والنيات إن لم يكن قادرا على كل شيء. بيفهم الصيني وبيفهم العربي وبيفهم الإنجليزي وبيفهم الأندونيسي، يعني معناه ينبغي أن يكون حاضرا في كل مكان في كل زمان قادرا على كل شيء، فاهم حتى كل اللغات وكل النيات وكل تصرف وكل أحاسيس. لا يمكن إلا أن يكون قادرا على كل شيء. إذن هذا الديان اللي أعطيت له الكرامات اللي هو المسيح ينبغي طبيعته أن يكون عالما بكل شيء، أن يكون حيا بكل حين عارف وحاسس بكل شيء، وأن يكون قادرا على كل شيء. لا يستطيع هذه الثلاث صفات، ليست صفات البشر، هذه صفات إلهية. هذه الصفات الإلهية يوم القيامة كل من اللاهوت يكون في المسيح في النسوت في الجسد، وسيحاكم العالم والناس تعرفه، تعرف هذا الديان القاضي من خلال المكتوب على فخده ملك الملوك ورب الأرض. أمين أمين. إذن هذا هو الله الظاهر بالجسد، مش مجرد نبي أعطيت له كرامات. ينبغي أن يكون فيه الله العالم بكل شيء والموجود في كل حين والقادر على كل شيء، يعني يكون فيه كل من اللاهوت في القاضي يوم الحساب. هذا هو المسيح الديان للعالمين. عشان هيك قال يا رب ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يوم القيامة يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يصنع مشيئة الله. طيب شيء آخر، المسيح يقال في إنجيل يوحنا 14 بالعدد 6 قال أنا هو الطريق والحق والحياة. أمين. أوكي، الآن هنا المسيح هو الطريق الصحيح السليم الذي يؤدي إلى الحق، لكن والحق يؤدي إلى الحياة. يعني أنا طريق بقول المسيح هذا حيقودك للحق والحق حيقودك للحياة أبدي، يعني مني إلي مني إلي، لأني أنا الطريق وأنا الحق وأنا الحياة الأبدية. هنا المسيح يعلن أنه الحق المطلق مش مجرد معلومات. الآن لما قال أنا هو الحق، هذا الحق شخص، يقول أنا هو الحق، ومحمد يقول أنا هو الحق المطلق. كثيرين ممكن يقولوا أنه أنا حق أو أنا على حق، لكن لما المسيح يقول أنا هو الحق أي أنا هو الحق المطلق. هذا من هو الحق في أسماء الله الحسنى؟ الحق هو الله. من أسماء الله الحسنى الحق هو الله. طيب إذن مرة ثانية أصبح الحق شخص الله،
مش مجرد معلومات. والمسيح يقول أنا هو الحق، معنى الحق هو الشخص المسيح، يعني المسيح هو الله. واضحة. آمين. واضحة. هذا وين موجود في القرآن؟ في سورة مريم والعدد 34. شو بقول؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الآن هنا لاحظ أنه المسيح اللي هو كلمة الله، لما في آية أخرى بقول يا إنما المسيح كلمة الله، إنما المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها. أنا بحاول ما أجيب هذا لأنه لتوضيح، لكن إنما المسيح كلمة الله، إذا بمعنى كلمة منه. أيضا في موقع آخر بقول إنما المسيح كلمة الله، يقول يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. فالكلمة شخص ليس حبر على ورق. الآن مدام المسيح كلمة الله يعني قول الحق، قسيس أنت وكلامك واحد وأنا وكلامي واحد، فإذا المسيح كلمة الله قول الحق، الله وكلمته واحد. أيوة. الحق هو الله أزلي، أيضا الكلمة كلمته أزلي زيه. الآن المسيح هو قول الحق في سورة مريم 34، إذا اتفقنا على أنه القول والحق واحد، الله وكلمته واحد، إذا المسيح هو الله. لكن في سورة الأنعام 73 شو بقول؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول كن فيكون، قوله الحق. لاحظ هنا أنه الله خلق السماوات والأرض بالحق، طلع بالحق مفروض بقول لما يقول الكلمة، لما يقول القول. فهنا مرة ثانية برجع بأكد أن الحق والقول واحد. أيوة. واليوم والذي وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول الكلمة كن فيكون. إذن نستنتج بأن بقول قوله الحق، فبقول أن المسيح هو قول الحق في مريم 34، والحق القول والحق واحد. بيرجع في الأنعام 73 بقول أن القول هو الحق، قوله الحق. إذا هنا بنستنتج أن إذا المسيح هو قول الحق، وأيضا أن الحق هو القول، يعني الحق هو الكلمة، فالحق هو الله والله وكلمة واحد، نقول أن الكلمة كلمة الحق واحد مع الله، والقول الحق هو الحق. إذن المسيح هو الحق، والحق والله، المسيح والله. أمين. يعني. هل يوجد عندك أكثر من هالمعلومات الرائعة؟ طبعا في موجودة في، وطبعا رح نجيب يعني الأدلة من الإنجيل حتى الناس تعرف إنه المسيح قال بفم الطاهر أنا الله، لأنهم هم ما بدهم يعني مثلا كمسيحيين نقول أنا والآب واحد، هم بدهم لفظ الجلالة الله. أيوه. إحنا كمسيحيين مقبول هذا الأمر، عارفين، مع إنه الآيات اللي قرناها في مريم والأنعام قول الحق والحق هو القول. أيوه. إذن هنا إنه أنا في الآب والآب في أنا والآب واحد، من نفس الفكرة بس مكتوبة بطريقة ثانية. طيب في آية في سورة التوبة والآية 31 شو بقول عن الله في القرآن؟ يقول إنه اليهود والمسيحيين بقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحد. لاحظ هنا ما قالش الأحبار يعني العلماء، ما قالش اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أو الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دوني فقط لا غير، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحد. لكن هنا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دوني والمسيح، من دون الله والمسيح. فالله يريد أن يقول أنه أنا الله والمسيح رب واحد، رب واحد. حتى يحتالوا على النص بعض الشيوخ اللي ضللونا، شو قالوا؟ قالوا انه هاي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نقطة او فاصلة. طيب حنحط نقطة، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نقطة،
بتيجي نقول والمسيح ابن مريم، طب شو علاقة المسيح ابن مريم في كل الآية؟ لازم نقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحد، آية معقولة. لكن تحط المسيح هناك شو العبرة؟ نقطة وتحط والمسيح والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا. إذا موجود المسيح ابن مريم بالآية يعني ملهاش مكان. الآية ينبغي أن تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحد. طيب الآن هنا شو بيقولوا؟ أنه لا فاصلة، وهذا المسيح أنه إنسان. أنا بسألهم هل هو إنسان أم هو إله؟ إذا إنسان لازم ينحط في خانة البشر. تصير الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله، فيصبح المسيح مع البشر صف البشر، وهنا بينعت الشرك. لازم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم من دون أربابا من دون الله، إذا بكون حط المسيح في خانة البشر. فإذا هو بشر بنحط في خانة البشر، وإذا هو إله إله نحط في خانة الإله. فهو لأنه لما نحط في خانة الإله بقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، إذا الله والمسيح رب واحد. فهذه واضحة جدا. لكن أيضا نأتي، وطبعا هاي حكاها المسيح، أنه أنا في الآب والآب فيا، أنا والآب واحد. يعني زي إيش؟ زي النور في الضياء والضياء في النور، والنور النور والضياء واحد، ما بتقدر تقص الضياء عن النور. فأنا في النور والنور فيا، النور في الضياء والضياء في النور واحد. فالمسيح الله الكلمة كلاهوت بطبيعته روح، الآب روح، الروح القدس روح، فهو في الآب والآب فيه، هو والآب واحد. وهنا بنتكلم عن الآب اللي هو المصدر، مصدر الوجود، المصدر أوكي الوجود الأزلي، وعقله فيه منذ الأزل وروحه فيه منذ الأزل. طيب حتى نقربها. طيب شيء آخر، المسيح هو قال أنا هو الله الحي القيوم، وهي موجودة من أسماء الله الحسنى أنه الله هو القيوم. وهذا علمني أنا قسيس أنه أسماء الله الحسنى 98 تقريبا منها للمسيح، واحدة منها مش للمسيح اللي هو المتكبر. الله ليس متكبر، الشيطان متكبر. لكن لما تعطوا المتكبر اسم من أسماء الله الحسنى تقولوا أن الله متكبر، من هو الذي استكبر وتكبر غير الشيطان؟ فهذا اسم لا يليق. لكن المسيح متواضع، ما هو عال، ما هو أصلا عالي عالي، على مين بده يتكبر؟ Exactly. المنخفض yes. بده يتكبر ليشوف معناه في عنده نقص. أيوة الله كامل ما عنده نقص. أيوة نعم ممتاز تزيد. طيب إذا قال المسيح أنه هو القيوم، وهذا بنشوفه في إنجيل البشير يوحنا 8 والعدد 58، بقول لهم قال له يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أنا كائن، هنا أنا كائن يعني أنا الحي القيوم القائم بذاتي الدائم الواجب الوجود، الدائم الواجب يعني موجودا في كل حين، موجودا حيا في كل حين. وهنا المسيح لا يستطيع أن يتلطف بهذا الكلام، شو قبل إبراهيم؟ ما قالش كنت أو سأكون، كائن في كل حين. أمين. زي ما قلنا إنه هذا القاضي هو موجودا حيا في كل حين. وكلمة قيوم مأخوذة من سفر دانيال إصحاح السادس والآية 26، بقول لأنه هو الإله الحي القيوم وملكوته لن يزول. بقول من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، النبي دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، ملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هنا بنشوف أنه القيوم القائم بذاته الحي القيوم،
فلا يمكن أن يكون أي شخص حي قيوم قائما بذاته من الأزل إلى الأبد إلا الله. فالمسيح قال أنا هو الله، أنا الكائن الحي القيوم القائم بذاته. أمين. أشكرك جدا خي الحبيب، أشكرك على هالأفكار والمراجع المشجعة والمريحة. فعلا كلمة الرب مريحة لما لما تفتحها، حق وروح وحياة، تفتحها تريح النفس بالإجابات التي تشبع النفس. هاللويا، مجد للرب. عزيزي المشاهد، أروم أن تكون حلقة اليوم سبب بركة وتشجيع لك فعلا لكل سؤال جواب في كلمة الرب. هاللويا. وشجعك أن ترجع إلى كلمة الرب وتستفيد منها. وإن كان لنا غاية بهذه الحلقة هي أن نعلن لقلبك وضميرك أن يسوع هو رب. آمين. يسوع هو رب. وأيضا قال أنا الله. يعني إذا سمحت لك على السريع، في بدهم لفظ الجلالة الله في سفر الرؤيا 21 من العدد 7، المسيح يقول من أنا هو الألف والياء، 5-6-7، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. وبكمل يقول من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. I shall be his God and he shall be my son. وهنا نرى أن المسيح يقول علنا إني أنا الله، فلا يستطيع بشر ونبي أن يقول أنا الله إلا إن لم يكن هو الله. يعني لا يستطيع أن يدعي لنفسه شيء لا ينطبق عليه. بس احنا شفناه كمسلمين انه كانسان ونبي وعبد الله، هذه دعوته ورسالته. لكن طبيعته من الازل هو كلمه الله قول الحق، والحق وكلمه واحد المسيح هو الله. قال في سفر الرؤيا 21:7 من يغلب يرث كل شيء واكون له الها وهو يكون لي ابنا. I shall be his God. شكرا. اعلن انه هو الله. رب يبارككم جميعا. وبترك معكم هذه الآية، قال الرب يسوع أنا هو البداية والنهاية. نعم. وفعلا هو الألف والياء البداية والنهاية. الرب معكم.